أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يعتدي على آخر بالضرب. تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت منذ شهرين ولم يتقدم المعتدي عليه ببلاغ للجهات الأمنية، وتم تحديد هوية المعتدي، واتضح أنه موقوف في قضية منظورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الواقع ومن وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.